جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا غادر المرء الرياض متوجها إلى جدة، هل يجوز له أن يقصر الصلاة في مطار الرياض في الذهاب وكذلك في العودة؟ جزاكم الله خيرا. هذا يرجع إلى حقيقة المطار، هل هو داخل مباني الرياض أو خارجها؟ فإن كان داخل المباني فإن من يريد أن يسافر من أهل الرياض لا يقصر الصلاة في المطار لأنه لم يخرج من بلده. وأما إذا كان المطار خارج البنيان فإنه يكون قد خرج وشرع في السفر فيقصر الصلاة، إلا إذا كانت الصلاة وجبت عليه وهو في البلد فإنه يتمها ولو صلىها خارج البلد لأنها وجبت عليه تامة فيؤديها تامة. لكن إذا كان المطار خارج البلد وخرج من البلد ولم تجب عليه الصلاة، لم يدخل وقتها وإنما دخل بعدما دخل في المطار، فإنه يكون حينئذ مسافرا يقصر الصلاة. نعم.